فعلا مع الناس لما عرفوا ان انا يبقى في حوار عرضوا عليا مجموعه مشاكل يا ريت نمر عليها سريعا عشان نكون متواصلين معاهم. حضرتك مشكله الازالات المحافظات ومشتركه، حضرتك اتعاملت مع الملف ده ازاي؟ اولا انا اول ما جيت هنا انا قلت علشان انا ما يعني انا مؤمن تماما ان ما تسيبش الواحد يبني وبعدين تقول له انا ههدلك. فانا اول ما جيت هنا قلت وبوضوح شديد ما حدش يعتقد ان الدوله ضعيفه، ما حدش يعتقد ان هو هيبني وهيبقى امر واقع. انا بقول ان اللي بيبني على ارض زراعيه فهو بيعتدي على حق اولادنا ومستقبلهم، وده يعتبر خيانه للوطن البناء على الاراضي الزراعيه. لكن في المقابل مش اقول بس انا هزيل وخلاص، لا، انا بسعى دلوقتي وبمنتهى القوه مع جهات كتير جدا، يعني ما فيش وقت ان احنا نتكلم فيها، ان احنا هنعمل باذن الله 16 منطقه تمثل ظهير صحراوي للمراكز. احنا عندنا 9 مراكز مخططين 16 منطقه تبقى للاسكان ولمجمعات مدارس ومجمعات حرفيه، بحيث ان احنا يبقى علشان نقول للراجل انت ما تبنيش على ارضك الزراعيه، اقول له تعالى خد انا عندي 200 متر هو تقريبا زي ايراد وارخص من الارض الزراعيه. فاحنا ساعيين في هذا الاتجاه. انا من اول امبارح كنت عند رئيس الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه وبنسق معاه في المجال ده، لان احنا مؤمنين كلنا، الشعب المصري دلوقتي مؤمن ان الانجاز القوي والانضباط، مصر محتاجه انضباط والانضباط موجود في القوات المسلحه. واتمنى ان ربنا سبحانه وتعالى يورينا اليوم ان مصر كلها باجهزتها المحليه بشركاتها يبقى فيها هذا الانضباط. لو والله لو ما وصلناش للانضباط كشعب مصر واحترام للمواعيد واحترام للكلمه وقوه في العمل واخلاص، صحيح، هنرجع لورا. فعشان كده انا بقول فيما يتعلق بالبناء على الارض الزراعيه، اي واحد هيبني على ارض زراعيه هيتم ازاله البناء. احنا الفتره اللي فاتت دي يعني مش حملات، ده احنا عاملين شغل. انا دلوقتي بقول المحليات بيقولوا لي لازم الشرطه تنزلوا معانا، اقول لهم لا، المواطنين هيوقفوا معاكم، لان المواطنين مؤمنين هم دلوقتي مضرين اكتر كمان، ومضرين اكتر. لان صاحب الارض الزراعيه لما اللي جنبيه بيبني على الارض بتاعته بيبوظ ارضه. صح صح. فبالتالي انا عندي المحليات بتشتغل دلوقتي في بعض الحالات بالتنسيق مع الشرطه، وفي حالات كتير جدا طيب بأجهزة المحلية بس. أخبار رغيف الخبز يا سيادة المحافظ؟ رغيف الخبز إحنا على فكرة وأنا موجود هنا بفضل الله فتحنا المخبز المليوني في صملوط. المخبز المليوني بتاع المنيا تم تطويره جدا. دير مواس المخبز بيفتتح واشتغل شغل مبدئي، وبنوفر له كميه من الدقيق. رغيف الخبز ده الاساس في التقصير. اي مخبز هيأثر في حق المواطن او مش هيدي له حقه هقفله وهاخد الحصه بتاعته احطها في المخابز المليونيه. نقطه هامه جدا يا استاذ محافظ، الاستثمار. تمام. خطط حضرتك ايه فن فيه؟ احنا عندنا استثمار في مجال الزراعه، انا قلت لحضرتك عندنا مشروع كبير جدا لزراعه حوالي 200 الف فدان في الظهير الصحراوي الغربي مع شركه اماراتيه هي اكبر شركه في انتاج السكر على مستوى العالم. الموضوع ده بيتفحص. ده عشان شركه ابو رقاص؟ لا ده حاجه تانية. حاجه تانية. الموضوع ده عرضته على السيد رئيس الوزراء. على فكره اهل الامارات طبعا الشركات بتسعى للربح، لكن اهلنا في الامارات واهلنا في السعوديه واهلنا في الكويت مش بيسعوا للربح بس، على فكره بيسعوا للربح وبيسعوا ان هم يقفوا مع الشعب المصري، وهم عارفين مشاكلنا واحنا عارفين مشاكلنا. التكامل ما بيننا وما بين بعض هنوصل لنتائج طيبه. لا ان شاء الله لو ربنا اكرمنا والمشروع ده ابتدى يعني هيستوعب مش اقل من 50,000 عامل. هيوفر حوالي 50% من العجز بتاع السكر. احنا عندنا 1,200,000 طن سكر عجز لمصر. هيوفر منهم حوالي 450,000 طن، استثمارات حوالي 700 مليون جنيه. ماشيين مع السيد رئيس الوزراء، كلف مجموعه وزارات، وزاره الاستثمار والصناعه
وزاره الحكم التنميه المحليه، وزاره الزراعه، وزاره الري، وماشيين بخطوات كويسه في الموضوع. طيب في مشروعات كتير طبعا، بس يعني انت حضرتك بتقول 3 دقايق فانا مش قادر اتكلم بالظبط. ده كتير جدا. انا عايز من حضرتك خبر حصري لينا نكون منفرد بيه، وحضرتك معاك الكاميرا المده دي، تحب توجه رساله لاي حد في اي مكان يجي يزور المنيا يجي يستثمر فيها؟ الكاميرا مع حضرتك، اتفضل يا فندم. انا اوجه رساله للشعب المصري الاول. انت للحياه، بس احنا محتاجين ان كل واحد فينا ينسى نفسه شويه ويركز مع البلد. بلدنا محتاجانا زي ما كانت محتاجانا قبل حرب 73. احنا ايام حرب 73 وقبليها كنا كلنا بننسين نفسنا، وكان قدامنا هدف واحد اللي هو النصر واستعادة أرضنا. دلوقتي احنا هدفنا واحد هو قوة مصر واستعادة الأمن في مصر واستعادة مكانة مصر في المجتمع الدولي. ننسى نفسنا شوية، كل واحد ينسى نفسه شوية. اللي بياخد مرتب يكفي المرتب، لأن احنا عندنا 13% من شباب مصر مش لاقين شغل. فما بقى أنا عندي شغل وبشتغل فعلاً وباخد مرتب انا مش راضي عنه اكتفي بيه لحد ما نجد فرص لتشغيل الشباب اللي مش شغال اصلا. فيعني ننسى الانانيه شويه. دي صحيح. نقطه صحيح. النقطه الثانيه، مفيش حياه مفيش نجاح من غير انضباط. لكل مقام مقال. الجامعه مكانها العلم، يبقى العلم فقط. النادي مكانه الرياضه، يبقى رياضه فقط مش رياضه وسياسه. التراس وكلام ده احنا بنقول ان الرياضه اخلاق، مش كده؟ صح مظبوط. نفاجئ ان الرياضه بتستخدم في التعدي على المنشآت او تكسير الكراسي اللي بيقعدوا عليها في الاستادات، التعدي على رجل الشرطه اللي كل يوم ناس بتموت منهم لحمايه هذا الوطن. فيعني يا ريت كل واحد كده يستفتي قلبه ويرجع بسرعة لله سبحانه وتعالى. صحيح. ويؤكد على وطنيته ويراجع نفسه. يعني كل واحد فينا محتاج ان هو يراجع نفسه، خاصة الشباب محتاج يراجع نفسه. هو ربنا بيقول ايه؟ وهل ربنا يقبل ان يبقى فيه واحد يمسك عشان معترض يمسك كرة لهب ويحرق بيها اموال صحيح. الناس؟ على فكرة اللي بيحرق نفسه في الاول مش بيشرك بالله، ده هو بيشارك الله، لان سبحانه وتعالى أباح للإنسان العقاب لدرجة القتل. قال لك ولكم في القصاص حياة، وأباح قطع اليد، وأباح الجلد، لم يبيح للإنسان الحريق. فاللي بيحرق ده يعني أتمنى من قلبي أن كل شاب وكل رجل وكل مصري يراجع نفسه أن هو يشعل النار، لأنه ممكن بيشعل النار في عربية واحد يوم يموت ولاد آخرين. صحيح. أو يحرق أموال الناس يمكن يعني لا تستطيع استعادة هذه الأموال مرة تانية. أنا طولت عليك. لا 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 خالص، مفيش أي. بس أنت قلت لي رسالة. طبعا ده احنا يعني عندنا يعني الحاجات كتير جدا عايزين نتكلم فيها، بس للأسف ضيق الوقت هو اللي حاكمنا. إن شاء الله هيكون لينا بقى زيارة مفصلة وجولات كتير جدا، عايزين فعلا نكون مساندين للمنيا ومساندين. طالما حضرتك احنا مع الناس اللي عايزه تشتغل، احنا كلنا بنحب بلدنا وكلنا بنحاول ايدينا في ايدين بعض ان احنا نبني الدوله اللي فعلا كلها يعني تعبت، يعني مدار سنين وسنين تعبت. لو كل واحد زي ما حضرتك قلت ابتسامه الامل او نظره الامل، لو كل واحد عمل اللي عليه وكل واحد راعى ضميره، هيكون الدوله دي افضل مكان فيها. انا بشكرك شكرا جزيلا. انتوا شرفتونا ونورتونا، والشعب المصري شرفنا ونورنا من خلال هذه العين الفاحصة للمنيا. وإن شاء الله يعني أنا بدعو شعب مصر كله لزيارة المنيا، بدعو العرب كلهم إن هم يجوا يشرفونا في المنيا بإذن الله. إن شاء الله. أنا حابب أن أوصف حضرتك أحد أفراد الحكومة المقاتلة وحكومة الحرب زي ما حضرتك وصفتها، سيادة اللواء صلاح الدين زيادة محافظ إقليم المنيا ومحافظ المنيا. شرفتني يا فندم، شكرا جزيلا ليك على هذا الحوار، وسعد صدرك كمان إن أنت فعلا تكلمت بحقيقة وبشفافية كتيرة جدا. شكرا ليك يا فندم، شرفتنا في قناة نيل الأخبار. أهلا وسهلا بيك دايما. إذا مشاهدينا الكرام، كان هذا حوار مفصل مع سيادة المحافظ، شرح في الحاجات اللي فعلا محتاجة حلول وعلقة من سنوات وسنوات بكل شجاعة وبكل دقة. إن شاء الله يكون لنا حوارات ومتابعات أيضا لمحافظة المنيا في الفترة اللي جاية عشان تكون على الخريطة السياحية ومقصد سياحي ومقصد للاستثمار ومقصد لكل شيء جميل بإذن الله. إذا عودة من جديد لزميلتي إيمان منصور واستكمال الحوار الأخير معاه، فضلي يا إيمان. شكرا لك يا عمرو.